احنا في الترم الثاني ان شاء الله مش هنتعامل بقى مع مدارات وشيلز وستاب شيلز، احنا هنحبس كل المدارات اللي مليانه بالالكترون في بند ونسميها الفالنس باند. كلمه فالنس يعني المدارات الاخرانيه اللي مقفوله بالالكترون. خلاص يبقى كده اهو، هيكون عندي كده اهو حاجه اسمها فالنس باند وحاجه اسمها كوندكشن باند. من المصنف بتاعها هي السبب بتاع الكوندكشن، يعني لو الالكترون اصير او طلع في الكوندكشن باند هيسبب لي مرور تيار. خلاص يبقى هي البند المسؤوله عن التوصيل الكهرباء. ماشي. طيب الفالنس باند دي دايما بتكون ايه؟ فول اوف الكترون، مليانه بالالكترونات. والكوندكشن باند بتبقى امتى؟ فاضيه خالص. الميزه بتاعت الميتال المعادن ان الكوندكشن باند والفالنس باند لازقين في بعض، يعني لو البنش اللي قدامي ده حديد ووصلت كهرباء في اوله وحطيت ايدي في اخره هتكهرب. خلاص يبقى مفيش فاصل ما بين الكوندكشن باند والايه والفالنس باند. طيب طبعا هنا لو جه قال لك ارسم لي التمبريتشر بتساوي 0 كلفن والتمبريتشر بتساوي اكبر من 0 كلفن، لما اكون التي بتساوي 0 كلفن مفيش الكترون بعد ما اخلص العجله. بعد ما عند 0 كلفن بيكون الالكترونات كلها اللي في الفالنس باند موجوده والكوندكشن باند بتاعي ماله فاضي. طب عليت درجه الحراره شويه اكبر من 0 كلفن ايه اللي يبتدي يحصل؟ نفس الرسمه دي بتتكرر اهي، بصوا كده ادي هنا الكوندكشن باند، سوري ده الفالنس باند اهو وده الكوندكشن باند. بتلاقي ايه بقى؟ الالكترون اللي كان هنا طلع فوق وساب مكانه بوزيتيف هول. خلاص؟ ايه البوزيتيف هول ده؟ هي الحفره اللي جهدها موجب ان الالكترون بعد ما يفقد طاقته يرجع لها تاني. خلاص؟ اقول تاني، انا الكترون واقف دلوقتي في ميتال في كريستال كريستاله وانا واقف في مكاني البوتنشال انرجي بتاعي زيرو. خلاص؟ اكتسبت طاقه رحت ماشي رايح هنا. طيب هعرف مكاني تاني ازاي او هرجع تاني بعد ما افقد طاقتي ازاي؟ بيفضل جهد موجب مكاني علشان بعد ما افقد طاقتي كنيجاتيف الكترون ارجع للحفره البوزيتيف دي تاني. يبقى اهو كل ما ترفع درجه الحراره الالكترونات يحصل لها ايه؟ تطلع فوق تسبب لي تيار اهو، التيار يزيد اهو. خلاص؟ طيب السيمي كوندكتور ايه الشكل بتاعه او ايه اللي بيحصل فيه؟ الكوندكشن باند والفالنس باند مفصولين بمسافه صغيره اهو، حاجه كده اسمها انرجي جاب. خلاص؟ يعني اشبه الموصلات، ما توصلش غير لما يكون الحراره عاليه. خلاص؟ هترفع حراره كرنت هيمر، ما بترفعش الحراره هتفضل كانها ماده عازله، كانها خشب او بلاستيك. خلاص؟ طبعا الترم الجاي مش شرط الحراره هي اللي بترفع لك الكرنت، في حاجات تانيه اسمها دوبنج او اللي انت تدخل شوائب في الماده، هنعرف الترم الجاي ان شاء الله. المهم اللي انت عندك ايه؟ اللي في النص دي بنسميها فيرمي انرجي، اللي هي اللي موجوده انرجي ليفل تخيليه، انرجي ليفل تخيليه موجوده في وسط الايه؟ الانرجي جاب. طيب في حاله الانسوليتور بقى حاجه كده يعني خيال، ادي الكوندكشن باند بص بقى وادي الفالنس باند، المسافه ما بينهم بصوا قد ايه؟ 10 اي في كبيره جدا. خلاص؟ هتلاقي الالكترون مهما يكتسب طاقه يروح واخد عامل